البرابي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البطاطس الهنديه او سناكس البطاطس المقرمشه. المكونات بتاعتها سهله جدا وبسيطه. نص كيلو بطاطس مسلوقه، انا دي بطاطس انا سلقاها بقشرها، واستحسن اللي هي تكون بطاطس صغيره عشان تستوي بسرعه. يبقى نص كيلو بطاطس مسلوقه بقشرها، وبهاراتي ملح وفلفل وشطه وكمون وثوم باودر وبصل باودر، ومعلقه كركم، معلقه صغيره من كل حاجه، معلقه الشاي دي، ودقيق ذره، دقيق ذره اصفر اللي احنا بنعمل منه اللي هي البسيسه، دقيق ذره مش دقيق بسبوسه، دقيق ذره. دقيق الذره دوت بيبقى ناعم، انا جايباه سايب صراحه مش جايباه في اكياس، اهو شكله بيبقى عامل كده. هعمل ايه؟ هقشر البطاطس وههرسها، وهضيف عليها البهارات بتاعتي، وهعجنها بدقيق الذرة، وهوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. لازم اتحصل على عجينة طرية في ايدي، وبعدين هوريها لكم وانا بشكلها. دلوقتي هقشر البطاطس وههرسها، ههرسها بالشوكة او ممكن ابشرها بالمبشرة او بكوباية، ههرسها بالكوباية. انا قشرت البطاطس بتاعتي وهرستها بالشوكه عشان انا كنت سلقها كويس جدا، فهي ما احتاجتش اللي هي تتهرس بالهراسه، يا دوبك بالشوكه كده اتهرست كويس. هعمل ايه؟ انا عايزاها عجينه، لازم تبقى طريه قوي. هعمل ايه؟ هنزل البهارات بتاعتي كلها اهي زي ما انتم شايفين اهي على البطاطس. هقلب، هعمل ايه تاني؟ هحط بقى الدقيق الذره، لازم دقيق ذره، بلاش دقيق عادي عشان الدقيق العادي هيكتمها هتبقى مكتومه. بس كده شويه صغيرين، وهعجن بايدي، انا عايزه عجينه هنا اهو، هعجن بايدي، انا عايزه عجينه طريه كانها عجينه اي عجينه اهي بالطريقه دي. معلش بقى صوت الكلاب في الشارع. بصوا لو احتاجت دقيق ذره تاني هنحط لها دقيق ذره، ليه؟ عشان انا عايزاها عجينه ما تلزقش في الايد. انا حطيت لها شويه دقيق ذره. بصوا هو ما فيش معيار معين لدقيق الذره، حسب ما تلاقوا العجينه بتاعت البطاطس في ايديك. انا هعجنها كويس لحد ما الاقيها عجينه كده ما بتلزقش في الايد، وهسيبها ترتاح شوية. اهو في ناس بيحطوا لها بيضة، انا ما حطيتلهاش حاجة هنا، دي طريقة حلوة وسهلة، انا للأمانة اول مرة اجربها معاكم. بصوا انا عجنتها لحد ما بقت عجينة اهي مش بتلزق في الايد، اهي بقت جميلة. هعمل فيها ايه؟ هسيبها ترتاح. بصوا لونها حلو ازاي عشان حطيت لها معلقه الكركم، وبعدين دقيق الذره بتاعي انا جايباه اصفر. هسيبها ترتاح شويه كده حوالي 10 دقايق، وهكون مسخنه الزيت على النار، لازم زيت غزير، وهوريكم هعمل فيها ايه. انا هشكلها بمكنه البتشفور، مكنه البتشفور دي هشكلها بيها الوش اللي هو المخرط، ماشي؟ انا هسيبها ترتاح وهوريها لكم اما اجي اشكلها في الزيت، لازم اغطيها بكيس. بصوا انا هشكلها بمكنه البتشفور بتاعتي، اللي ما عندوش مكنه بتشفور ممكن كيس ويخرمه وينزله شرايط رفيعه كده في الزيت، بس الزيت يكون سخن ويكون غزير. اهي مكنه البتشفور بتاعتي، انا حاطه فيها الوش المخرم اللي هو الوش ده، انا هستعمل الوش ده اللي هو الوش المخرم خالص عشان تنزل رفيعه في الزيت، الوش ده ماشي. هدهن المكنة، هدهن مكنة البتشفور بالزيت. اتفقنا؟ اللي ما عندوش المكنة يحاول يتصرف يعمل بأي حاجة، كيس الحلواني اهو كده، انا بدهنها بالزيت من جوه عشان العجينة ما تلزقش فيها، وهدهن برضو العجينة بنقطة زيت.
كده بالشكل ده، هسخن الزيت كويس وهنزل بالعجينة بمكانة البيتشبور كده في الزيت، بس الزيت يكون سخن وما افضلش اقلب فيه. اهي العجينة بتاعتي تحت 10 دقايق، هدهن ايدي زيت كده واخد حتة عجينة احطها في مكانة البيتشفور. انا اول مرة اعملها يعني، نشوفوها مع بعض بقى باظت مننا. انا شفتها على قناة هندية وقناة يابانية، قلت اجربها معايا اهي كده. ندهن ايدي زيت عشان بس ايه العجينة ما تلزقش في ايدي. الشكل ده نحسب لكم المقادير والمكونات في صندوق الوصف وان شاء الله تطلع حلوة معانا اهو كده. وهقفل على العجينة الوش اللي انا قلت لكم عليه، الوش المخرم. على فكرة مكنة البيتشفور دي معاها قمع كمان، يعني لو مش عايزين تحطوا الوش ده عايزين تحطوا القمع. بصوا بقى هنعمل ايه، هننزل بيها كده. بصوا تنزل ايه شرايح زي ما انتوا شايفين. انا هقليها في الزيت وهوريها لكم بعد ما تطلع من الزيت هتبقى عامله ازاي. بصوا البطاطس بتاعتي اهي، انا حطاها في الزيت، الزيت مغطيها والزيت سخن، نزلت بيها في زيت سخن اهو، مش بقلبها، بسيبها الاول تاخد لون وتشد حيلها كده في الزيت عشان ايه ما تفرولش مني، وان شاء الله تطلع ناجحه. دي اول مره في حياتي اعملها اهو. بصوا هي بتاخد وقت على النار يعني، ما تستعجلوش عليها وتقعدوا تقلبوا فيها، سيبوها براحتها لحد ما تنشف، وبعد كده تشلوها بالصفاية بتاعت الزيت وتصفوها كويس وتحطوها على ورق مناديل او لو ما عندكمش ورق ابيض. بصوا انا بقلبها بعد ما مسكت نفسها اهي، بصوا مسكت نفسها ازاي، تاخد اللون بقى اللي انتوا عايزينه. عايزين تغمقوها، عايزين تكتفوا اللي هي بس تاخد اللون الذهبي، انتوا حرين اهي. هي كده خلاص، هطلعها بقى وهوريها لك. بصوا البطاطس بتاعتي بعد ما طلعتها، بصوا شكلها جميل ازاي ومقرمشة خالص. بقول لكم لو ما عندكمش المكنة بتاعت البيتشفور ممكن تعملوها بايديكم صوابع كده. جيت اخر حته فضلت، انا عملتها صوبع كده ورميتها في الزيت وتماسكت وبقت مقرمشه. انا اول مره اعملها معاكم وطلعت تحفه. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. لو عجبتكم سناكس البطاطس او البطاطس الهنديه بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه جيت البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.